ورحمة الله تعالى وبركاته صديقاتي أصدقائي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. مرحبا بكم في قناة كويزين وفاء، ومرحبا بيا عندكم مجددا. عواشركم مبروكة. فيديو اليوم كما كتشوفوا هنايا عندنا لاباط فيلو واللوز. غادي نشارك معكم إن شاء الله بقلاوة باللوز. خليكم معايا باش تعرفوا على المقادير اللي غادي نحتاجوهم. بالنسبة للمقادير اللي غادي نحتاجوهم في هاد البقلاوة، عندنا هنايا كما كتشوفوا كيلو ديال اللوز سلقته وقشرته وقليته. غادي نحتاج ماء زهر، الزبده والزيت. غادي ندوبوا الزبده ونخلطوها مع الزيت باش ندهنوا لاباط فيلو. معلقه كبيره ديال القرفه، وعندي هنا 5 معالق سكر وكذلك باط فيلو. يلا معايا نكتشفوا طريقه التحضير. صافي كيما كتشوفوا هنايا، مهم ها هو طحنا اللوز، ما رديناش حتى يتلق الزيت ديالو، كنخليوه مهرمش شويه كيما كتشوفوا. مهم هنايا غادي ندير له القرفه، وهنايا كما كتشوفوا معايا طحنا سنيده شي شويه كما قلت لكم 5 نتاع المعالق. انا ديجا عبراهم 3 4 5، مهم 5 ديال المعالق. وكذلك غادي نحتاجوا 1 6 ديال المعالق ديال ماء زهر. بدا نحركوا هاد السنيده مع القرفه. اللوز يمكن لكم ديروا غير نصف الكميه نتاع اللوز، راكم عارفين على حسب كل واحد وشحال يبغي يدير الكميه. صافي، والان غادي نضيف ماء زهر، نديروا 6 معالق حتى 7، 2 3 4 5، مهم كيما قلت لكم 6 7 نتاع المعالق نتاع ماء زهر. وغادي نخلطوهم حتى اللوز يعطينا ديك التعليكه ديالو. صراحه ماء زهر مع هكا القرفه وسنيده واللوز، يا سلام. بالنسبه للمسكه الحره انا ما درتهاش، لحقاش شفت واحد الفيديو منتشر مؤخرا في السوشيال ميديا، وصراحه حيت حيت قالت مضره بالصحه، وماشي هذيك هي المسكه الحره نتاع الصح كما كنقولوا غير كيغشونا. اللهم الحاجه اللي ضرنا نتشادوها. هذا هو الشكل اللي غادي نحصلوا عليه. كما كتشوفوا هنايا ذوبنا الزبده والزيت، غادي ندهن بها هاد الطاوه اللي غادي نديرو فيها البقلاوه نتاعنا. ندهنوها مليح بالزبده والزيت. وغادي نخليوها على جنب. كما كتشوفوا هنا جبنا باط فيلو، وخصنا غير بشويه باش ما تقطعلناش، راكم عارفين باط فيلو بالمسافه. مهم انا غادي نهز جوج اوراق حيت غادي نستعمل جوج اوراق، وغادي نجمع الاخرين باش هكا تساعدني في الخدمه ديالها. غادي ندهنوا هاد لاباط فيلو مزيان، وحقاش كيما نقولوا هي بالهداوه خصها تشي معاها شويه بشويه، لحقاش كتقطع في الساع كتكون هشيشه
وخصها تدهنوها مزيان مزيان. صافي المهم راني دهنتها. الان غادي نجيب عفوا اسمحوا لي، الان غادي نطوي الورقه هكا شويه شويه ماشي بزاف، غادي نطويها هكا غادي نوليو حتى هنا ندهنوها. الان غادي نعمرو هنايا اللوز، صراحه باش تجي البقلاوه زينه وما ناكلوش غير الورقه خاص نعمروها شويه اللوز. فوالا بهذه الطريقه، وغادي نبداو ندورو هكا بطبيعة الحال غادي تخرج لنا من الجوانب ولكن ماشي مشكل. فوالا من بعد ما نكملوها بحال اللي نبقاو ندخلو شويه شي فشي بحال هكا بهذه الطريقه، وغادي نجيبو الصينيه غادي نجيب الصينيه اللي غادي نستعملوها وغادي نحطو فيها البقلاوه. المهم غادي نمشي نخدم معاكم الطريقه الثانيه الحبه الثانيه ونرجع معاكم. مهم فتيات كما كتشوفوا صافي من بعد ما قطعنا البقلاوه ديالنا على شكل مستطيل، الان غادي نسقيوها بالزبده والزيت. مهم غادي نسقيوها مزيان مزيان، نتحاولوا فاش نكونوا نسقيوها وغادي ندخلوها للفرن ساخن على على درجه حراره 180 صافي، وغادي تحمر لنا.
كم عارفين الطياب ساهم ما تتحمر وتتقرمش، نخرجوها باش نسقيوها بالعسل ونزينوها بأي حاجة عندكم متوفرة. بغيتو ما تزينوها كاع تحتفظوا بها غير هكذاك حتى ممكن. صافي الان غادي ندخلها الطيب ونرجع معكم ان شاء الله. صافي البنات كما كتشوفوا البقلاوة ديالنا ها هي تحمرت جات رائعة. اون فوا نخرجوها من الفران غادي نبدا ندير عليها العسل نعسلها. المهم خصها تشرب لنا العسل مزيان. هتشرب لنا كما قلت لكم العسل مليح مليح. صافي كما كتشوفوا من بعد ما عسلناها مليح غادي نجيب اللوز كونكاسي وغادي نزيدناه هكا. المهم انا داك اللوز اللي درت به هو اللي نقصت به باش غادي نزين. بغيتو ديروا لوز ايفيلي ولا المهم اللي بغيتو نتوما وخاطركم. صافي غادي نبقى هادي بهاد الطريقة تنكملها. فوالا صديقاتي اصدقائي مهم كما كتشوفوا معايا غادي نهز معكم واحد طرف نتاع البقلاوه. فوالا كيفاش كتجي، راها كتجي عامره ومعسله وزوينه الصراحه. انا غادي نخليها هنايا في الطاوه حتى تشبع عسل تبات، عاد غدا غادي نديرها في لي بواط. مهم راها كتجي فعلا رائعه وزوينه بزاف بزاف بزاف. غادي الان دركا غير غادي نغطيها وغادي نخليها تشبع عسل حتى الغدا ان شاء الله، وغادي نوريها لكم في طبق التقديم ونتمنى تنال الاعجاب ديالكم. صديقاتي اصدقائي مهم ها هي البقلاوه ديالنا كتجي كما كتشوفوا عمرتها باللوز، جات عامره جات مقرمشه الصراحه. انا درتها شويه كبيره، الواحد ياكل غير حبه يشبع. كتجي مقرمشه وفنه ورائعه. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها وتخليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات. بالنسبه للناس اللي اول مره اكتشفت القناه ديالي ما تنساوش تشجعوني تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس هكا باش يوصلكم اي جديد كنحطو في القناه ديالي. والناس اللي دائما متابعيني وداعميني ما تنساوش تلايكيو لا فيديو تبارطاجيوه مع لي زامي ديالكم وتخليوا لي تعليقات زوينه اللي تخليني نتشجع ونتحمس ونزيد لكم المزيد من من الوصفات. شكرا لكم جزيلا كما كنقول لكم دائما، بلا دعمكم بلا مشاهداتكم او لايكاتكم وتشجيعاتكم ما غاديش نقدر نكمل في الفيديو. شكرا لكم بزاف بزاف، تهلاو لي فراسكم، نتلاقاو فيديو اخر مع وصفه جديده باذن الله. بيزويات.